السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على التمبليت. ناس كتير بتسأل عن موضوع التمبليت دوت، والموضوع سهل وبسيط خالص. أنا دلوقتي لو قلت له أنا عايز أفتح مشروع جديد وبدأت من الصفر، ألاقي إن أنا محتاج إن أنا أقعد أظبط الاختيارات بتاعتي واليونت والإعدادات بتاعة الدايمنشن والإعدادات بتاعة التكست، وده ياخد وقت كتير قوي مني. في إعدادات بتبقى مشتركة بين المشاريع، وفي مثلا ممكن يكون في ابواب او شبابيك انا متعود ان انا استخدمها في كل المشاريع، مش هحطها في هنا في قلب المشروع، لا مجرد ان انا هحملها في قلب التمبليت. الحاجات اللي انا بستخدمها كتير واللي انا واثق ان مفيش مشروع بيبقى مش موجود فيه الحاجات ديت، لان يعني مثلا مفيش مبنى هيبقى من غير ابواب ولا شبابيك، اكيد يعني هيبقى فيه باب شباك. المقاسات هي اللي هتختلف، فانا ممكن احط اكتر مقاسات الواحد بيستخدمها او الحاجات اللي هي الستاندرد. تمام. طيب بفرض ان انا ظبطت الاعدادات كلها زي ما احنا هنشوف دلوقتي، ازاي اسيف انكم تمبليت؟ هاجي هنا من ار واقول له سيف از تمبليت. المشروع بيبقى ار في تي، لما بيسيف تمبليت بيبقى ار تي اي. يعني انا بقول له هنا لو سيفت مشروع هيسيف ار في تي، لو سيفت تمبليت هيبقى ار تي اي، عشان بس ايه نفرق بينهم. تمام. طيب لو انا عايز ابدا مشروع جديد وعايز افتح اخد المشروع ده من التمبليت، اقول له نيو بروجكت، هيسالني هقول له انا عايز التمبليت الفلاني، او اقول له براوس وادور على التمبليت اللي انا بشتغل بيه. ممكن اكون عامل تمبليت للاعدادات بتاعت مصر او الاعدادات بتاعت قطر او الامارات، اغلب الحاجات اللي انا شغال فيها مثلا في البلد ديت، او ان انا مظبطها حسب المشاريع. يعني عامل تمبليت مثلا للمشاريع الفنادق، وتمبليت تاني لمشاريع بتاعت الفيلل، لان ده مشروع مثلا كبير وده مشروع صغير. اوكي. وممكن اعمل تمبليت واحد حط فيه اغلب الحاجات المشتركه بين كل المشاريع وابدا اشتغل بيه. طيب ايه الحاجات المهمه بقى في التمبليت؟ الحاجات المهمه اغلب الحاجات موجوده في قائمه مانش. زي ايه؟ زي ان انا ابدا اظبط الماتيريال، الاوبجكت ستايل. هنمر سريعا كده على الحاجات اللي هي في مانش. الاوبجكت ستايل دي الاعدادات بتاعت الالوان وتخانة الخطوط في قلب مشروع الريفت، بس ده بيأثر على المشروع كله بكل الفيوهات اللي فيه. يعني انا لو جيت هنا قلت مثلا انا عايز الكولوم ديت، لو انا قاطع فيها، لو انا قاطع واخد خط قاطع فيه، تمام، يعني المستوى اللي انا ببص منه قاطع الكولوم، هيبقى الكولوم ده تخانتها 3. طيب لو انا مش قاطع فيه، لو انا ببص من فوق بقت تخانة 1، حاجة خفيفة، واحد خفيف. كل ما الرقم بيكبر كل ما التخانة بتزيد. اللون هيبقى ايه؟ الباترن هيبقى ايه؟ الماتيريال هيبقى ايه؟ تبدأ تظبط الاعداد دوت للمشروع كله. لو انا ظبطت هنا وجيت هنا في في وعملت اعدادات مختلفة، الاعدادات المختلفة بتاعت الفيو دوت هي اللي هتمشي. يعني فرض ان انا قلت له الكولوم في الاوبجكت ستايل بقى ايه التخانة بتاعت 1، تمام، ده يبقى في المشروع كله. طب انا دلوقتي هنا خليتها ايه؟ 3، يبقى 3 هيمشي في الفيو دوت، والواحد هيمشي في بقية الفيوهات. تمام. لان انا خصصت حاجة للفيو دوت. تمام. اعداد بتاعت السناب، التجاذب اللي هي كنا شغالين بقى في الاوتوكاد، هل انت عايز تجاذب في الاند بوينت ولا الميد بوينت؟ والاختصار سهل قوي، يعني ممكن وانت شغال تقول له اس اي فيبقى سناب اند بوينت، اس ام يبقى سناب ميد بوينت. تمام. او ممكن تدفعها كلها من هنا، او تحفظ الاختصار اللي هو اس او. تمام. البروجكت انفورميشن، طبعا كل مشروع بيبقى ليه اعدادات خاصه بيه، بس ممكن تبقى فيه اعدادات مشتركه زي مثلا ايه اسم المالك، اسم لو انت شغال مع نفس المالك على طول، اسم الاستشاري، بعض المعلومات كده بتبقى مشتركه ممكن تروح كاتبها، تبقى اسهل بدل من كل مره تكتبها. تمام. البروجكت بارامتر، لو في بارامتر بتشتغل بيه ممكن تكتب تزود البارامتر اللي انت عايزه. البروجكت يونت، تبدا تشوف ايه الوحدات اللي انت شغال بيها. احنا شغالين اغلب شغلنا بالمليمتر في الدول العربية. تمام. ونخلي بالنا هنا دي الإعدادات العامة، ممكن أقول له في إعدادات خاصة بالإتشفاك، في إعدادات خاصة بالبايبنج، في إعدادات خاصة بالإنرجي بالاستراكشر، تبدأ تشوف الإعدادات ديت. الشيرد بارامتر، الترانسفير بروجكت ستاندرد، دي ممكن أنت وأنت شغال مثلا على مشروع شفت إن في حاجة ناقصة أو في حاجة مش مظبوطة وأنت عايز الحاجات الستاندرد، أو حد لعب في الحاجات دي في قلب المشروع، بقول له بروح فاتح المشروع للستاندرد والمشروع اللي شغال عليه واقول له ترانسفير بروجكت ستاندرد، وانقل الحاجات الصح من المشروع الصح. يعني اقول له ايه، انا اختار المشروع اللي انا شغال عليه اللي هو المشروع الستاندرد،
اقول له نقل لي من المشروع الستاندر المشروع اللي انا واقف عليه الحاجات ديت. اقول له مثلا ايه الحاجات اللي حصلت عندنا مشكله، اللاين ستايل، انقل اللاين ستايل، انقل لي البروجكت انفورميشن، انقل لي الريبار كفر سيتنج. هو مش هينقل الريبار كفر ده، هينقل السيتنج بتاعتها تمام. يعني مش هلاقي حيطان ظهرت، بس هلاقي اعدادات الحيطان، وانا بختار حيطان بدات تظهر معايا ماشي. البرج ده مش تبعنا تمام. البرج ده لو انا مثلا في حاجات كتيره مش ما اشتغلتش بيها بقول له برج بيلغي الحاجات، بس ده مش تبع التمبليت تمام. هنا اديشن سيتنج، بلاقي في الباترن، ببدا اظبط الباترن بتاعي. ممكن يكون في مثلا حاجه انا مش مستريح لها، بقول له اديت وابدا اعدل فيها، او نيو واضيف باترن، هاتش ماتيريال اسيت انالايز، تبدا تشوف ايه الاعدادات اللي انت بتحتاجها كتير، بدل ما كل مشروع تدخل تظبط نفس الاعدادات، لا انا هظبط كله في التمبليت، فهوفر وقت كتير قوي. اللاين ستايل بتلاقي هنا كل لاين مثلا ايه، اللاين هنا البروجكشن بتاعه واحد، واللون بتاعه كذا، واللاين باترن بتاعه كذا. تبدا تشوف، وممكن تعمل نيو وتبدا تظبط الاعدادات. يعني تعمل مثلا واحد ايه لتكييف، واحد لصحي، واحد لكهرباء، واحد لمعماري وانشائي، تبدا تظبط الحاجات بتاعتك. اللاين ويت دي التخانه بتاعت الالوان. الجدول ده كويس جدا عشان تبقى عارف ان تخانه اللون ده مثلا 5، لو انا اخترت في الاوبجكت ستايل 5 يبقى هيبقى الطباعه بتاعته في 51 بتعادل قد ايه في الاوتوكاد تمام. في الاوتوكاد كان لنا مقاييس معينه كده، بقول مثلا لو 21 التخانه دي هتبقى كذا، تبع بلون خفيف ولا تقيل. الجدول ده بيسهل عليا التحويل. لو انا مثلا في الاوتوكاد، المفروض ان انا هطبع واحد هطبع مثلا واحد في الواحد بوينت 20، يبقى اشوف ده مقابل لها كام، 6، يبقى لازم في الاوبجكت ستايل اظبط ده 6 تمام. ده الجدول ده انا عاده بطبعه جنبي واخليه شغال معايا وانا شغال تمام. اللاين باترن تبدا تظبط اللاين باترن. السان سيتنج، الكيل اوت تاج ده انا عندي كيل اوت واحد، ممكن اقول له دوبليكيت واعمل واحد جديد، وابدا اظبط الهيد بتاعه هياخد انهي هيد، هياخد الريدز بتاعه قد ايه. الكيل اوت عامل زي السكشن، بس السكشن بياخد خط، ده بياخد منطقه معينه. يعني ممكن اعمل مثلا كيل اوت على الحمامات، او المنطقه مثلا معينه عايز اعمل عليها كيل اوت، بحيث ان انا اكتب التفاصيل بتاعتها في مكان تاني. الاليفيجن تاج ده الشكل بتاعه، ممكن تعمل انت شكل تاني وتالت ورابع، يبقى عندك كذا شكل تختار منهم. السكشن كذلك، ممكن يكون انت الشركه بتاعتك شغاله بنوع تاني من السكاشن، فتبدا تظبط اللون والحجم والشكل على نفس الشركه، على نفس الاعداد بتاع الشركه اللي انت شغال بيها. الرياو دي الاقواس، ممكن صراحه انا بفضل الاعدادات الافتراضيه اللي مع الريفت، لانها اعدادات ستاندرد وتبع مقاييس عالميه، بس ممكن يكون انت الشركه بتاعتك ليها حاجات خاصه، او المايك طلب حاجات خاصه فانت تبدا تظبطها. التمبور دايمنشن دي الحاجات اللي المؤقته، هل هي بتبقى مثلا في الوول عايز من سنتر لاين ولا من الفيسز، لو في عندي بوابه وشبابيك هتبقى من الاوبننج بتاعتها ولا من سنتر لاين، وانت بترسم الدايمنشن تمام. الديتيل ليفل، لو انا دلوقتي هعمل مثلا 1 لـ5 يبقى اختار انا واحده من دول. يعني انا دلوقتي عملت مثلا سيكشن، والسيكشن انا مظبط الاعداد بتاعته مثلا ان هو يبقى 1 لـ500، يبقى الاعدادات بتاعت الدقه بتاعته هتبقى كورس، هتبقى حاجات بسيطه خالص. طب 1 لـ1 هتبقى فاين، يبقى كل حاجه ظهر اللي هي ديت تمام. دي اهم الاعدادات، ومن الحاجات المهمه جدا ان ادخل في البروجكت براوزر واشوف ايه الحاجات اللي انا مش محتاجها في الفاميلي والغيها. ليه؟ لانها هتبقى تقل عليا وانا شغال، فلو في فاميلي انا مش بستخدمها في كل مشروع، الافضل ان انا الغيها واخلي بس الحاجات اللي انا بستخدمها في كل مشروع تمام. ده نظرة سريعة جدا على أهم الحاجات اللي احنا بنعملها في البروجكت تمبليت، عشان أعمل حاجة نظيفة وتبقى تسهل عليا كتير أوي في الشغل تمام. في ناس ممكن تقول لك إيه، أنا المشروع بياخد مني مثلا أكتر من الأوتوكاد. ليه بياخد منك أكتر من الأوتوكاد؟ لأن أنت بتاخد وقت في الإعدادات ديت، إنما لو أنت ظبطتها في أول مشروع هتخلص منها. لو أنت مظبط الفاميلي بتاعتك مش هتاخد وقت كتير أوي في إن أنت تدور على الفاميلي كويسة. لا، أول ما تلاقي مكنة هتروح محملها من الفولدر بتاع الفاميلي، او ان انت تجيبها من على النت وتبدا تشغل بقى على طول، هتلاقي المشروع مش هياخد منك حاجه خالص ان شاء الله.